السياحة التي تمثل العملة الصعبة للعديد من البلدان الأوروبية التي تدعمها بشتى الطرق لديمومة عملها. هنا نقف في العراق على أكثر السبل التي تعطل عمل السياحة ومحاربة شركات الاستثمار والفنادق لدفع ضرائب تثقل عاتق المستثمرين. وزارة السياحة هي القطاع الراعي إلى هذه الفنادق والمطاعم، وهذا ما بادرت بكل شيء لإحياء هذا الشريان الذي مات، يعني انتهى. عندنا بمحافظة كربلاء المقدسة أكثر من 650 مرفق سياحي. طبعا المرافق السياحية اللي هي تضم الفنادق والقاعات المناسبات والمطاعم والشركات السياحية، كل هاي المرافق السياحية تأثرت بجائحة كورونا تأثير يعني مباشر جدا. كربلاء التي تعتبر موردا مهما بسبب كونها مدينة دينية يتوافد إليها أكثر من 50 مليون زائر سنويا، وتحصد من خلالها أموالا تكفي للنهوض بواقع السياحة المأساوي على حد قولهم. محافظة كربلاء لها خصوصية هي السياحة الدينية، يعني أغلب عوائل كربلاء وتجار كربلاء وكسبة كربلاء هو متعلق أمورهم بأمور السياحة وبأمور الزوار. السياحة في كربلاء تتعكز على قرارات حكومة مشلولة، والمواطن يدور حول حلقة معتمة بذاكرة سمكة تنتظر مخرجا جديد. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.